ازيكم يا شباب؟ الفيديو ده هيكون ريفيجن على المنسترال سايكل. طبعا احداث المنسترال سايكل بتحصل في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. تعالى كده نشوف كام ليبل فيهم، بس الليبلز اللي تهمني بجزء المنسترال سايكل هما الاوفري وهنتكلم فيها السلايد الجايه، واليوترس. واليوترس مقسوم لجزئين، اليوترس وول الطبقه اللي بره ودي فيها ماسلز، واليوترس لايننج الطبقه الجوانيه ودي كلها بلاد فيسلز. طيب تبقى عارف ايه هو المنسترويشن. المنسترويشن ده ايفنت بيحصل في اول المنسترال سايكل، في اول 5 ايام تقريبا من المنسترال سايكل بيحصل المنسترويشن. هو the monthly breakdown of the uterus lining. This causes blood flow through the vagina. ال uterus lining الحتة دي الحمرة دي بتتكسر، طبعا ده بيسبب blood flow through the vagina. طبعا المنسترويشن هي حدث في اول المنسترال سايكل، ده مش هو المنسترال سايكل كله، ده حدث بيحصل في اوله. تعالوا نكمل. طيب نشوف شكل الاوفري اللي هي تقريبا المكان اللي بيحصل فيه كل حاجه في المنسترال سايكل. الاوفري هي اللي هي الحدود السوداء دي، هي دي الاوفري. ايه اللي جواها ده؟ اللي جواها دول اسمهم فوليكلز، كل واحده اسمها فوليكل. بتعمل ايه الفوليكل؟ كل واحده فيهم بتريليز ان اوفا، بتطلع اوفا اللي بيروح لها السبيرم. كل فوليكل بتطلع اوفا. مهم الكلام ده، ركز فيه وتبقى عارفه. طيب يا شباب، المنسترال سايكل هي كنترولد باي هرمونز، تمام؟ علشان نحاول نفهم ايه اللي بيحصل، تعالوا كده نتخيل حاجه. تخيل ان انت قاعد في البيت انت اهو، وانت متفق ان مع مامتك ان هي هتيجي تاخدك من تحت البيت تروح مشوار. طيب مامتك جت، المفروض ان هي لما تيجي هتكلمك تقول لك انزل، تبعت لك مسج تقول لك انزل. مامتك بعتت مسج بتقول لك فيها انزل، المسج دي كانها هي الهرمون، تمام؟ طيب مامتك هتعرف منين ان انت نازل، او ان المسج دي اللي هي الهرمون عملت المطلوب منها ان هي تنزلك؟ هتعرف منين؟ الطريقه الوحيده اللي هتعرف فيها لما انت تنزل. هي كده عرفت ان انت خلاص المسج دي عملت وظيفتها، شافت الايفكت بتاع المسج. اول ما تشوفك قدامها خلاص هتبطل تبعت لك مسجز، تبطل تقول لك انزل. نفس الكلام ده، نفس الطريقه اللي الهرمون تشتغل بيها. هرمون مطلوب منه يعمل حاجه معينه، طلع. طيب انا هعرف منين الهرمون اشتغل؟ لما اشوف الايفكت بتاعه. اول ما اشوف الايفكت بتاعه ابطل اطلع الهرمون، المسج دي تبطل تطلع. طبعا زي ما قلنا المنسترال سايكل كلها شغاله بهرمونز، اللي ماشي المنسترال سايكل دي كلها هرمونز، تمام؟ اللي بيتحكم في الهرمونز دول هي الانتيريور بيتيوتري جلاند في البرين. يعني اللي بيتحكم في المنسترال سايكل هي الانتيريور بيتيوتري جلاند في البرين، لازم تعرف اسمها، انتيريور بيتيوتري جلاند مكانها في البرين، تمام؟ فاكر لما رسمنا الاوفري وقلنا في جواها نقط، كان جواها نقط زرقاء كده كتير، وقلنا النقطه فيهم اسمها فوليكل، وكل فوليكل بتطلع اوفا. طيب ادي الفوليكل اهي، احنا هنتعامل بقى مع الفوليكل الواحده، ملناش دعوه بالاوفري كلها، هناخد فوليكل واحده ونشوف بيحصل فيها ايه وقت المنسترال سايكل او في خلال المنسترال سايكل. اول حاجه بتحصل عشان ابدا السايكل، الانتيريور بيتيوتري جلاند بتطلع هرمون اسمه اف اس اتش، فوليكل ستيميليتنج هرمون. تكتبها عادي في الامتحان اف اس اتش وتعرفها اف اس اتش، مش مشكله. الانتيريور بيتيوتري جلاند بتنزل اف اس اتش، بيعمل ايه الاف اس اتش؟ ده هرمون طبعا. stimulates the growth and development of a follicle to growing follicle. يعني لما الانتيريور بيتيوتري جلاند بتنزل الاف اس اتش ده، والاف اس اتش بيروح للفوليكل، الفوليكل على طول تبدا تكبر، growth and development، تبقى growing follicle. الفوليكل اهي بقت growing follicle، بدات تكبر. لما الفوليكل كبرت بقت جروينج فوليكل، قامت مطلعه هرمون الاستروجين، تمام؟ دلوقتي الاستروجين ده بيطلع منين؟ من الجروينج فوليكل. طب الاف اس اتش كان وظيفته ايه؟ ان هو يكبر الفوليكل. ايه ده؟ يعني خروج الاستروجين معناه ان الاف اس اتش عمل شغلانته والفوليكل كبرت ومشن اكومبلشت خلاص. ايوه. فلما الانتيريور بيتيوتري جلاند تلاقي ان في استروجين موجود، يعني الفوليكل كبرت خلاص
وقف ال FSH، stop FSH. خلاص هننزل FSH تاني ليه؟ ما هو مهمة ال FSH خلاص accomplished، اتعملت، شكرا، مش عايز FSH تاني. ال follicle growing، وتفضل تعمل growing تاني، more growing، تكبر اكتر، ولما تكبر اكتر ضروري هتطلع estrogen اكتر. المواد دي طبعا لما تبقى يحصل لها more growing، تبقى اكبر، هتطلع estrogen بهاي concentration. ال anterior pituitary gland لما تشوف estrogen بهاي concentration تفهم على طول ان الفوليكل دي خلاص كبرت، بقت ماتيور. تمام، الفوليكل اللي احنا قلنا ان هي بتطلع الاوفا، يعني لما الفوليكل تبقى ماتيور الاوفا اللي جواها تبقى ماتيور جاهزه ان هي تطلع، تروح الانتيريور بيتيوتري جلاند على طول مطلعه هرمون اسمه ال اتش، تنزله في الدم. تمام، ال اتش بيعمل ايه؟ causes the rupture of the follicle، الفوليكل دي ان هي تفرقع، rupture of the follicle and the release of an ova، الاوفا هي طلعت. يعني لما شفت الاستروجين بهاي كونسنتريشن يعني الفوليكل دي كبرت خلاص بما فيه الكفايه، فخلاص الاوفا اللي جواها بقت جاهزه ان هي تطلع، فروح مطلع ال اتش، ال اتش يخلي الفوليكل تفرقع ruptured، وتطلع من جواها الاوفا اللي هي كانت بتكبرها. طيب كده الاوفا طلعت، الف مبروك. بواقي الفوليكل اللي فرقعت دي تروح لما كده على بعضها وتعمل ستراكشر اسمه كوربس لوتيوم. نفس الكلام، مش تكوين الكوربس لوتيوم ده معناه ان الفوليكل فرقعت والاوفا طلعت بنجاح؟ اه صح. طيب الكوربس لوتيوم بيطلع بروجستيرين. تمام، يعني لما اشوف بروجستيرين في الدم معناه ان الكوربس لوتيوم اتعمل، معناه ان الاوفا طلعت، يبقى كده ال اتش اشتغل، عمل اللي عليه، يبقى على طول ايه؟ استوب ال اتش. دي المنسلي سايكل يا شباب بهرمونز. احنا كده شفنا الهرمونز بتشتغل مع بعض ازاي، تعال بقى نشوفها بطريقه تانية. شفنا المنسلي سايكل من وجهه نظر الهرمونز، هنزود بقى معاها حاجه كمان هنا. اول حاجه تبقى عارف الحته اللي فوق دي هنرسم فيها الاوفري، نفس اللي احنا رسمناه، الفوليكل اللي جواها ومراحلها خلال المنسلي سايكل، ده نفس اللي احنا لسه عاملينه للسلايد اللي فات، مفيش فيه اي حاجه جديده. الجزء اللي تحت هنشوف بقى شكل اليوتريس لايننج خلال المنسلي سايكل، ده الجزء الزياده هنا. بدايه المنسلي سايكل بتكون عادي، ان في فوليكل جوه الاوفري، الفوليكل مفيش فيها اي حاجه، لسه محصلهاش حاجه. الكلام ده امتى؟ اول 5 ايام، تبقى عارف الفترة، عارف الزمن، الايفنت ده بيحصل اول 5 ايام، ده بيحصل من 5 ل 14 مثلا، لازم تبقى عارف التوقيت. مهم، فشفنا الاوفري اول 5 ايام فيها الفوليكل ما فيهاش حاجة زي ما لسه شايفين الصيد اللي فاتت. تعالى بقى نشوف اليوترس لايننج في اول 5 ايام بيكون شكله عامل ازاي، بيكون بيقع وبيحصل بليدنج، ودي الفترة اللي بنسميها منستريشن. اول 5 ايام تقريبا، اول 5 ايام، الفتره دي مش ثابته خالص، بتختلف جدا بين بنت لبنت، ممكن يبقوا 3 ايام، ممكن يبقوا 6، ممكن يبقوا 7، عادي، لكن يعني اون افريج هي ايه؟ اول 5 ايام. طيب بعد اليوم الخامس تروح الانتيريور بيتيوتري جلاند مطلعه الاف اس اتش، والسايكل بقى تبدا بجد. طيب زي ما احنا عارفين الاف اس اتش لما يروح للفوليكل، الفوليكل دي هتبقى جروينج فوليكل، مفيش حاجه جديده، ولما الفوليكل تبقى بتكبر تبقى جروينج بتطلع استروجين. الجديد بقى هنا ان الاستروجين بيريبير اند بيلد اب اليوترس لايننج، بيتخنه، بيخليه اتخن، فيبدا تخنته تزيد، يبدا يبقى اتخن. كمان طبعا ده جزء من الاستاد القديم او من الجزء القديم، ان الاستروجين بيوقف الاف اس اتش، خلاص دي عرفناه، عرفنا ليه. الفوليكل هتكبر اكتر، يحصل لها مور جروينج، فهتطلع استروجين اكتر، الاستروجين اللي لما بينزل اكتر يبقى بهاير كونسنتريشن، اكيد طبعا هيزود تخانه اليوترس لايننج، هي ريبير اند بيلد اب اليوترس لايننج اكيد، فاليوترس لايننج هيتخن اكتر. وكمان لما الانتيريور بيتيوتري جلاند تلاقي استروجين بهاي كونسنتريشن، تعرف ان الفوليكل كده كبرت، بقت خلاص ماتيور، بقت جاهزه، والاوفر اللي جواها هي كمان بقت جاهزه،
فتروح ال anterior pituitary gland مطلعة ال LH كرد فعل، تطلع ال LH، وال LH يخلي ال follicle دي تفرقع ويخرج منها ال ova اهي. طيب قلنا بقية الفوليكل بتلم على بعضها وتعمل حاجة اسمها الكوربس لوتيوم. الكوربس لوتيوم ده باللاتين يعني الجسم الأصفر. فلما يحصل الأوفيليشن، لما الأوفا تطلع، بقية الفوليكل اللي فرقعت تروح لم على بعضها وتروح عاملة الكوربس لوتيوم. تمام، الكوربس لوتيوم يروح منزل بروجستيرين، دي وظيفته ان هو بيطلع بروجستيرين بس. الاستروجين كان بيتخن اليوترس لايننج، البروجستيرون هيخليه ثابت، هيخلي تخانته ثابته لا يزيد ولا يقل، ثبته. تمام، حاجه كمان، مش نزول البروجستيرون معناه ان انا عملت الكوربس لوتيوم خلاص بقت موجوده، معناه ان الاوفا طلعت، يعني ال ال اتش مهمته اكومبلش برضو خلاص خلصت. طب صح، يبقى لما ينزل البروجستيرون على طول ال LH stop ال LH. لما ال anterior pituitary gland تشوف progesterone ده معناه ان كده خلاص مهمة ال LH تمت، فتوقف ال LH. الكوربس لوتيوم يبدأ يصغر مع الوقت، يصغر من day 14 او من day 15 هنا لحد الاخر، لحد اخر السايكل day 28. عند day 28 تقريبا بيختفي خالص، ولما الكوربس لوتيوم يختفي يعني مفيش progesterone، فاليوترس لايننج بيقع وتبدأ السايكل من الأول وجديد.